أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. أولا أعتذر عن انقطاع البث لأكثر مرة. اليوم الخميس 18 مارس العام 2021، محاضرة السابعة من الكوندنسيف كورس كارديوفاسكولار سيستم، وهنتكلم على الكاردياك سايكل بإذن الله. كاردياك سايكل هي الإيفنتس ذات أوكير وذ إيتش هارت بيت، الأحداث التي تحدث مع كل دقة قلب. لو فرضنا إن الهارت ريت 75 بير مينيت أو 75، طبعا لكل 60 ثانية يبقى مدة السايكل 0.8 أوف سكند، تمام؟ دلوقتي الفكرة كالآتي، ان السايكل من وجهة بتاخد قلنا 0.8 اوف سكند، وفيها 8 فيزز و8 تشينجز، حتى قلت رقم 8 يسهل الحفظ، يبقى 0.8 اوف سكند، 8 فيزز، 8 تشينجز. عشان تفهم السايكل كويس لازم تبقى عارف ان السايكل من وجهة نظر الاتريا تختلف تماما عن وجهة نظر الفنتريكل. فبينما الاتريال ستول بياخد فيز واحدة ومصادفة جميلة ومدته 1/10 من الثانية، يعني 1 فيز و 0.1 اوف سكند، ويعمل ريلاكسيشن في 0.7. بينما الفنتكل السيستول بتاعه بياخد 0.3 اوف سكند وبياخد 3 فيزز، يبقى برضه رقم 3 في الفنتكل، 3 فيزز 0.3 اوف سكند، ويريح بقيه ال 0.8 اللي هو 0.5 اوف سكند. وحتى بحفظها لكم بطريقه سهله، يبقى الارقام دي مهمه جدا، ارقام فرديه 0.1 3 5 7، الطرفين بتوع الاتريا والوسطين بتوع الفنتكل. في هنا عندي سؤال مهم جدا قبل ما ابتديه، عشان تفهم السايكل لازم حاجتين، تبقى فاهم ان السايكل من وجهه نظر الاتريا تختلف تماما عن وجهه نظر الفنتكل. واضح نمره واحد ان الاتريال سيستول بياخد فيز واحده 0.1، الفنتريكولار ستول 3 فيزز 0.3. الاهم هي النقطه الثانيه، ان بينما الاتريا بيبقى في حاله سيستول، الفنتكل بيبقى في حاله داستول. طيب عندي سؤال بنساله الشفوي مهم جدا، وظيفه السيستول مفهومه، تو بامب بلاد، في اثناء السيستول والكونتراكشن الاتريا والفنتكل بيبامب بلاد. طب ما هي وظيفه الداستول؟ الداستول خاصة بتاع الفنتريكل ليه 3 وظائف. During the diastole الفنتريكلز rest، بترتاح، feel، بتتملي، وبعدين أهم حاجة إن الكورونري بلاد فلو، البلاد سبلاي للهارت بيحدث عكس كل الأورجانز في فترة الداستول أساسا. ليه؟ كل الأورجانز في الجسم تاخد البلاد أكتر في فترة الستول، سمبلي إن السيستوليك بريشر أعلى من الداستوليك بريشر. بينما في حالة الهارت، تعال نبص مع بعض، لو تخيلنا ان هو ده الكروناري فيسلز، في اثناء السيستول الكروناري فيسلز بتبقى سكويز عليها بريشر، مقفولة، يبقى فرصة الهارت، عضلة القلب، انها تاخد البلاد سبلاي بتاعها في فترة الداستول. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية ودي مهمة جدا برضو، انه ده السيبتوم بتاع الهارت وده اللاترال وول بتاع الفنتكل، ده الاندوكارديوم الطبقه الداخليه وده الابيكارديوم. بص معايا في الرسمه من فضلك، بسبب ان في بلاد جوه الفنتكل والبلاد ده البريشر بتاعه بيعلى جدا في فتره الستول، تفتكر انهي حته بتبقى مضغوطه اكتر بالبلاد وسكويزد ومش قادر تاخد بلاد سبلاي؟ واضح من الرسمه ان البريشر بتاع البلاد انسايد ذا فنتكل بيضغط اكتر حته على الحته اللي تحت الاندوكارديوم اللي هو السب اندوكارديال اريا، فدي بيبقى البلاد سبلاي بتاعها اقل. ايه التطبيق الاكلينيكي بتاع ده؟ ان نقص البلاد سبلاي لعضله القلب ممكن يؤدي الى مايوكارديال انفاركشن، حته في عضله القلب تموت. يبقى معظم حالات الانفاركشن حسب الرسمه دي بتحصل فين بقى؟ فهمنا دلوقتي في السب اندوكارديال اريا، في الحته دي. طيب النقطه الثانيه، ان احنا قلنا ان الكاردياك سايكل بتاخد 0.8 اوف سكند لو الهارت ريت 75 بير مينيت، لكن لو الهارت اسرع للضعف بقى 150 في الدقيقه، يبقى 100% الكاردياك سايكل هتقل للنص، تبقى 0.4 اوف سكند.
وعليه سؤال مهم جدا، ايه اهميه ان القلب يسرع وبالتالي يبقى في حاله تاكي كارديا؟ انه خد بالك بقى فتره الدياستول مهم جدا في الام اس كيو بتقصر اكتر من فتره الستول. الاثنين بيقصروا بس الدياستول اكتر، وعليه ده هياثر على الفيلينج اوف ذا فنتكلز وهياثر على البلاد سبلاي بتاع عضله القلب، ان الكوروني بلاد سبلاي بيحصل اساسا في فتره الدياستول. طب سؤال في الام اس كيو جميل، لما الهارت بيسرع فتره الدياستول بتقل اهو، والدياستول كان هيقل بس بيقل اكتر، يبقى الريشيو ما بين السيستوليك تايم والدياستوليك تايم هيحصل له ايه؟ هيزيد. ده سؤال ام اس كيو ما نتلخبطش فيه. طيب احنا قلنا انه الكاردياك سايكل 0.8 اوف سكند، وبتاخد في عندي 8 فيزس و8 تشينجز. فالاول نبتدي بدراسه الثمانية فيزس، وقلت ان انا القصة دي هعيدها مكررا ومجددا 8 تايمز، عشان احنا في كل مرة هناخد الثمانية فيزس ايه التشينج اللي حصل فيهم. فانا مش عاوزك تقلق من انك هتفهم السايكل كويس قوي، زائد ان هي محتاجة تخيل بسيط خالص، وهعيد نفس الجمل هي هي، وبالتالي هتاخد فرصة انك تفتكرها بطريقة سهلة. الاول نتعرف على اسماء الفيزس. احنا قلنا اول حدث في الكاردياك سايكل هو ان الاتريا بيعمل سيستول، وده بيشمل الفيز رقم واحد ومدته واحد فيز واحدة بس، وبياخد واحد من عشرة من الثانية. حتى تذكرها سهل، الاتريال سيستول فيز واحد اللي هو رقم واحد ومدته 0.1 اوف سكند. طيب انا بقى عشان في كل فيز عاوز الاول نتعرف على اسمائها وبعدين نعرف التغيرات اللي فيها. بعد ما حصل اتريال سيستول بيحصل فنتريكولار سيستول، وكاي عضله الفنتكل اول ده بياخد 3 فيزس و 0.3 اوف سكند. اي عضله الاول بتعمل بتنقبض ايزومتريك، فتعمل ايزومتريك كونتراكشن. يعني ايه ايزومتريك؟ يعني الفوليوم ثابت، المقياس ثابت، ايزو يعني ثابت وميتر يعني مقياس، لكن الفنتكل بيكونتراكت فالبريشر بتاع البلاد جواه هيزيد، فيفتح الاورتيك بلمونري فالفز، فيحصل بعد كده ايجكشن بلاد. الاول يحصل ماكسيمم او رابيد ايجكشن وبعدين ريديوسد ايجكشن. يبقى كده خلصنا الاربعه فيزس الاولين، نص اسماء الفيزس، اتريال سيستول والفنتريكولار سيستول في 3 فيزس، ايزومتريك كونتراكشن وراها ماكسيمم ايجكشن فرابيد ايجكشن. نبتدي بقى الدياستول. قبل ما نبتدي الدياستول في صغيرة اسمها بروتو دايستوليك. بروتو دايستوليك يعني ما قبل الدايستول. وبعدين مصادفة جميلة ان الثلاثة فيزيس اللي جايين نفس مشابهين جدا في اسماء التلاتة دول، حتى انا حطيتهم لك قصاد بعض. بدل ما الفنتكل يكونتراكت ايزومتريكالي ريلاكس ايزومتريكالي، فيسموها ايزومتريك او ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. يعني الفوليوم ثابت، لكن طبعا لما الفنتكل يريلاكس البريشر جواه يقل، فيفتح الاترو فنتريكولار فالفز ويحصل فيلينج للفنتكل. بالاول برضو زي هنا ماكسيمم او رابيد فيلينج وراها ريدوس فيلينج. يبقى عشان نفتكرهم بطريقه لطيفه، في فيز صغيره ولا ثلاثه فيزز بنفس الاسماء، في اترال سيستول وراها ايزومتريك كونتراكشن بتاع الفنتكل، ورا الكونتراكشن يحصل ايه؟ ايجكشن، ماكسيمم او رابيد ايجكشن في ريدوس ايجكشن. بعدين في الصغيره هنا اللي هي البروتو دايستوليك وراها ثلاثه فيزز بنفس الاسماء بس معكوسه، ايزومتريك ريلاكسيشن للفنتكل، وراها بعد الكونتراكشن بيبقى في ايجكشن، بعد الريلاكسيشن في فيلينج بنفس الاسماء، ماكسيمم او رابيد فيلينج وريديوز فيلينج. طيب اول مره بيبقى دراسه السايكل هي اصعب قليلا، بعد كده لما احكيها في الثمانيه تشينجز هعيدها بنفس الجمل، وعليه هتبقى سهل جدا استيعابها. وعشان اسهلها لك اكتر بعد ما سهلنا الاسماء، فانا عاوزك في كل فيز تركز على 3 حقائق. يعني خلي التهيؤ الذهني بتاعك ان انا كل حاجة هقولها في 3 حقائق. فنبتدي اول فيز قلنا الاترال ستول، وبعدين تاني ما بزهقش، الاترال ستول بياخد فيز واحد رقم واحد ومدته واحد من عشرة من الثانية، حلوة كلها واحد اهي. نيجي بقى الثلاث حقائق، لما الاتريا ينقبض هيضخ 20 ل 30% من الدم للفنتكل،
عشان كده قلنا ان the main function of atria is not to pump blood، انما وظيفة الاتريا الاساسية انه blood reservoir. وعشان كده قلنا الاتريا الاتريال contraction is not essential for life، لو كنت فاكرها من المحاضرة السابقة. طب المعلومة الثانية، بعد ما ضخ 30% يبقى المعلومة الثانية البريشر جوه الفنتكل هيزيد. Then the ventricle relaxes، المعلومة الثالثة to accommodate the blood فالبريشر يقل. يبقى دول أول ثلاث معلومات بتوع الاتريال ستول. ننتقل للفنتريكولار سيستول، وده قلنا بياخد 3 فيزس 3/10 من الثانية. بيبتدي بالايزومتريك كونتراكشن. ازاي؟ نقول بقى الثلاث جمل. بعد ما خلص الاتريال ستول يقفل الاتروفنتريكولار فالف، ادي اول جمله. وبعدين الفنتكل يبتدي كونتراكت. ايزومتريك يعني هيكونتراكت بس الفوليوم ثابت. ليه؟ لان البلاد جواه لا ينضغط، بس طبعا بيضغط على البلاد. فالجمله الثالثه كونتراكشن، يبقى البريشر يزيد. لما يوصل 80، وده عدد مهم جدا، مليمتر ميركوري، يفتح الاورتيك فالف في حاله الليفت فنتكل. الرقم المناظر في حاله الرايت فنتكل لما يوصل بريشر 10 مليمتر ميركوري يفتح البالمونري فالف. هقول الثلاث حقائق بطريقه مختلفه قليلا. يبقى في اثناء الايزومتريك كونتراكشن فيز بيبقى اول فالفز ار كلوزد، بس بيبتدي بفتح بيبتدي بغلق الاتروفنتريكولار وينتهي بفتح السيمي ليونار فالفز. وبعدين المعلومة الثانية انه من اسمه ايزومتريك يعني مقياس ثابت، او ايزوفوليومتريك يعني الفوليوم ثابت، بيبقى الحجم ثابت، لكن كونتراكشن يبقى البريشر بيزيد. وتحفظ الارقام دي صم، لما يوصل 80 يفتح الاورتيك فالف، او بالعكس الاورتيك فالف بيفتح لما البريشر يوصل 80 في الام اس كيو، مهمة جدا، بينما البلمونري بيفتح لما البريشر يوصل 10. طيب ننتقل بعد كده بقى للرابيد ايجكشن فيز. ثلاث جمل. The name indicates rapid أو maximum ejection. فيبقى كمية الدم اللي بتبقى ejected في الأورطة أكتر من اللي بتسيب الأورطة. عشان كده رسم لك هنا سهمين وهنا سهم. أدي أول معلومة. وعليه المعلومة الثانية أنت بتستنتجها، يبقى البريشر في الأورطة هيبقى هيعلى لأن اللي بيدخل أكتر من اللي بيسيبه. المعلومة الثالثة وهي الأهم، البريشر في الفنتكل هيعلى هو كمان. ليه؟ لأن هما الاثنين متصلين ببعض. continuous chamber، فلا يمكن يزيد في الأورطة من غير ما يزيد في الفنتكل. وهنا طب بيزيد لكام بقى؟ معلومة مهمة جدا، بيصل لماكسيمم اللي هو 120 مليمتر ميركوري في حالة الليفت فنتكل، وده الماكسيمم بريشر في نورمال بيرسون، و25 مليمتر ميركوري في حالة الرايت فنتكل. طالب قال لي انا متوقع الريديوسد ايجكشن، تشرحها ازاي؟ الثلاث جمل هتقول الحجم اللي ايجكتد في الاورطه اقل من اللي بيسيب الاورطه، هنا في سهم داخل وسهمين طالعين. وعليه الجمله الثانيه، البريشر في الاورطه او البلمونري ارتي هيقل، بس هنا مش مهم تعرف يقل الكام، ما بنهتمش بيها خالص. وعليه الجمله الثالثه، البريشر في الفنتكل هيقل. طالب سالني انا مش فاهم في الايزومتريك كونتراكشن ازاي الحجم يبقى ثابت والضغط يزيد. عندي تشبيه سهل جدا. انا بقول انه الفنتكل بيبقى كلوزد تشيمبر، والبلاد غير قابل للانضغاط في الاحوال العاديه، ما تقدرش في الاحوال العاديه تضغط اي سائل. بشبهها تشبيه سهل جدا وبيفهم الطلبه كويس قوي. تخيل معايا ان انا في ايدي، ده ايدي هي الفنتكل، جواها بلاد ممثل بكره بلياردو. تخيل في جوه هنا في كره بلياردو، فانا هضغط عليها. هل الكرة اللي هي الدم في حالتنا قابل للانضغاط؟ لا، وعليه الحجم مش هيتغير. يبقى الحجم ثابت في الايزوفوليومتريك، انما البريشر اللي وقع على الكرة اللي هي كرة البلياردو هيحصل له ايه؟ هيزيد. ليصل، فاكر الارقام في حالة الليفت فنتكل يصل لكام عشان يفتح الاورتيك فالف؟ 80 ملم ميركوري، وفي حالة الرايت فنتكل يصل إلى 25 ملم ميركوري. طيب ننتقل بقى للأربعة فيز التانيين. بعد ما خلصنا السيستول نبتدي فيز صغير اسمه بروتوداستوليك. ده بقى أقصر فيز في السايكل، ياخد 4% من السكن، وبسميه الفيز القصيرة المكيرة. فخد بالك معايا، ده فنتكل بعد ما خلص سيستول تنس تو ريلاكس، عاوز ريلاكس، أدي أول جملة في التلاتة. فالبلاد تنس تو ريجيرش، فالدم عاوز يرجع.
But this is prevented by sudden closure of aortic valve. أنا شبهها لك بإيديا أحسن. تخيل كده أنا عندي الفنتكل وأنتوا عندكم الأورطة. The ventricle tends to relax, عاوز relax. فالبلاد tends to regurge. لما الفنتكل يحاول relax الدم يحاول يرجع. بس أنت عارف إنها عامل زي علامة المرسيدس. أول ما الدم يحاول يرجع يروح مالي القصف بتاعت الأورطيك فالف فيقفل الأورطيك فالف. طب إيه المعلومة المهمة اللي هنا أنت ما خدتش بالك منها؟ ان اهم معلومه في السايكل مش بس في البروتوداستوليك ما يسبق الداستول ان الاورتيك والبلمونري فالفز السيميليونر فالفز لا ينغلق بنهايه السيستول. بعد ما يخلص السيستول كان المفروض الفالفز تقفل، لا هما بينغلق بنهايه البروتوداستوليك فيز. لازم الفنتكل يحاول ريلاكس نمره واحد، الدم يحاول يرجع نمره اتنين، ما احنا قلنا كل فيز فيها معلومات، فالبلاد يملا قصف فتقفل. يبقى من هي البروتوداستوليك فيز؟ هي اقصر فيز ما بين نهايه السيستول والكلوجر اوف سيميليونر فالفز. نهايه السيستول والكلوجر اوف سيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك ويل بالموناري. دي اهم معلومه، ده اقصر فيز وبياخد 4% من السكن. نرجع بقى نفس الاسماء، ايزومتريك ريلاكسيشن. خلاص مش هشرحها تاني. ايزومتريك يعني ايه؟ يبقى ابتدي اول جمله، بعد ما خلص السيستول يقفل السيميليونر فالفز والاترو فينتريكولار فالفز اوريدي قافله، يبقى الفنتكل از نو مور ذان ا كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد. ادي اول معلومه، ان قفل السيميليونر واوريدي الاترو فينتريكولار قافلين، فبالتالي يبقى الفنتكل نو مور ذان ا كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد. بس بدل ما اقول يكونتراكت ايزومتريكلي هقول هي ريلاكس ايزومتريكلي. يبقى المعلومه الثانيه ايزومتريك ريلاكسيشن. ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه؟ ايزومتريك البخار ثابت، يبقى الفوليوم سكيب كونستانت. ريلاكسيشن يبقى البريشر يقل. لما ينزل البريشر لصف هنا مهمه جدا، يفتح الاتريو فينتريكولار فالز عشان يحصل الفيلينج. يبقى تعالى بقى نلخص ثلاث معلومات. يبقى في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اول فالز ار كلوزد، بس بيبتدي باغلاق السيميليونر وينتهي بفتح الاتريو فينتريكولار. ايزومتريك يبقى الفوليوم ثابت، ريلاكسيشن يبقى البريشر بيقل. هنا لطيفه، بيقل لصفر عشان يفتح الاترو فينتريكولار فالف، لازم يبقى اقل من البريشر في الاتريا، ينزل البريشر لصفر عشان خاطر يفتح الفالف. ولو ما قلتش ان البريشر في الفنتكل في اثناء الداستول بيبقى صفر هتاخد صفر، ولو ما قلتش ان الاترو فينتريكولار فالفز بتفتح لما البريشر ينزل لصفر هتاخد صفر. بعد كده يحصل رابيد فيلينج فريديوس فيلينج، برضه ثلاث حقائق. في الرابيد فيلينج هقول الاتي، هيحصل رابيد او ماكسيمم فيلينج، ادي اول جمله، وعليه البريشر بيزيد وبعدين البريشر بينقص وبعدين يزيد. واحد يقول لي طب هفتكرها ازاي؟ نفكر بذكاء. ايهما اسبق؟ لما بيحصل ايزومتريك ريلاكسيشن وبعدين بعد كده بيحصل رابيد فيلينج، يبقى الريلاكسيشن بيحصل اول وبعدين الفيلينج. يبقى الاول يحصل ريلاكسيشن فيفتح الاترو فينتريكولار فالفز فيحصل فيلينج. يبقى اللي في الاول الريلاكسيشن اقوى، الريلاكسيشن الفنتكل بيوسع اكتر فالبريشر يقل، وبعدين لما يبتدي يحصل الفيلينج البريشر يزيد، بس برضه كله اراوند زيرو. ننتقل لل ريديوست فيلينج. في ريديوست فيلينج ثلاث جمل برضه، هنقول الفيلينج از ريديوست، يعني انا راسم سهم واحد بدل سهمين، بس هنا خلاص فتح الفالفز وعمال يحصل فيلينج، يبقى البريشر بيزيد، لكن ستيل البريشر اراوند زيرو. طب المعلومه الثالثه، ان الفنتكل في اثناء الرابيد فيلينج وريدوس فيلينج بياخد بنفسه بيشبط 70 ل 80% من البلاد. يبقى في الماكسيموم فيلينج وريدوس فيلينج الفنتكل بياخد 70 to 80% من البلاد، والاتريا يديله مين فقط؟ يديله ال 20 30% اللي فاضلين. عشان كده قلنا ذا مين فانكشن اوف اتريا از نوت تو بامب بلاد، لكن بلاد ريزرفوار. عشان كده قلنا الاتريا كونتراكشن نوت اسينشال فور لايف. انا عاوزكم في ثلاثه فيزس يعني نرتبط بيهم، لان بيجي فيهم خمس اسئله. مين الثلاثه فيزس اللي بيملى فيهم الفنتركل؟ الماكسيمم فيلينج، ريديوس فيلينج، وبعدين اتريال ستول. في الماكسيمم فيلينج وريديوس فيلينج في السبعه وثمانيه بياخد 70 80%، ال 20 30% في الاتريال ستول. يبقى دول مهمين جدا تبقى حافظهم صم،
سؤال ام اس كيو، مين الداتا فيزز اللي بيحصل فيهم؟ وده اول سؤال في الخمسه في الداتا فيزز دول. 7 8 1، وليه بقول 7 8 1 مش 1 7 8؟ لانها سايكل، الاحداث بتعيد روحها. 7 8 1 وهنبتدي بالاول 7 8 1. ماكسيمم فيلينج لوس فيلينج اترال ستون، في الماكسيمم فيلينج لوس فيلينج بياخد 70% من البلاد ل 80%، وفي الاترال سيستول بنقول بيضخ 20 الى 30%. طيب نبتدي بقى التغيرات الثمانية اللي هنقولهم، واحنا خلصنا الجزء الصعب، الباقي عبارة عن إعادة. أنا الأول برضو عشان تفتكر إزاي لما يجي لي سؤال أفتكر مين هم الثمانية تشينجز اللي هتكلم عليهم، فأنا بقول في أربعة كبار وأربعة صغيرين. طريقة سهلة جدا، هناخد البريشر في الفنتكل وده التغير الأم، والبريشر في الإتريا والبريشر في الأورطة، يبقى ثلاثة بريشر فنتكل اتري اند اورت. لكن هناخد الفوليوم بتاع الفنتكل بس، دول الاربعه الكبار. طب الاربعه الصغيرين هناخد امتى الفالز تفتح وامتى تقفل؟ وطبعا قفل الفالز بيدي صوت اعلى من الفتح، انت لما تقفل الباب بيدي صوت اعلى من فتحه، هو ده اللي بيدي الهارت ساوندز، ده التغير الخامس والسادس الصغيرين. ثم هناخد الكورونا بلاد فلو اللي احنا عرفنا مسبقا انها بتحصل اكتر في الداستول، وبعدين هنحط رسمة الاي سي جي على الكاردك سايكل. يبقى أربعة كبار وأربعة صغيرين. نبتدي وهتسمع نفس القصة 8 مرات، بس انت في كل مرة هتدور على متغير مختلف. عارف امتى بوز السايكل؟ لو انا بحكي نفس القصة وانت سرحت انت بتدور على ايه؟ على انهي تغير. فهبتدي التغير الام وهو الفنتريكولار بريشر تشينج. خلاص، يبقى دلوقتي مخك ما يفكرش غير في حاجه واحده، ماذا يحدث في الفنتريكولار بريشر؟ اول فيز ما بزهقش اللي هو اسمه اترال سيستول، وده الفيز رقم واحد، فيز واحد وبياخد 1/10 ثانيه. بص انت ما تركزش في حاجه غير البريشر في الفنتريكل، لما الاتريا ينقبض الدم يندفع الفنتريكل فالبريشر يزيد، بعد كده الفنتريكل ريلاكسز تاكوموديت دي بامب بلاد فالبريشر يقل، اللي هو الجبل الصغير الاولاني اهو. طيب بعد ما خلصنا اترال سيستول، نفس الجبل عشان تحفظ، يحصل فنتريكولار سيستول وده بياخد 3 فيزز ومدته 3/10 ثانيه. نبتدي بالايزومتريك كونتراكشن. قلنا ايزومتريك يبقى الفوليوم اللي هو مش موضوعنا ثابت، انما كونتراكشن زي كره البلياردو ما بتنضغطش، حجمها ثابت لكن البريشر واقع عليها بيزيد. لما يوصل بريشر 80 في حاله الليفت فنتكل يفتح الاورتيك فالف، ولما يوصل 10 في حاله الرايت فنتكل يفتح البالمونري فالف، يبقى البريشر هيزيد. لو بتكلم على الليفت فنتكل 80 ملم ميركوري، الليفت فنتكل لو الرايت فنتكل هيبقى 10 ملم ميركوري. بعد كده يحصل ماكسيموم ايجكشن. فاكر في الماكسيموم ايجكشن كنا قلنا كميه البلاد اللي بتدخل الاورطة اكتر من تسيب الاورطة، ما هي ماكسيموم او رابيد ايجكشن، فالبريشر في الاورطة بيزيد وعليه البريشر في الفنتكل يزيد. ليه؟ لان هما متصلين ببعض، ما ينفعش انا ازود البريشر في الحته دي من الغرفه وما يزيدش في الحته اللي جنبيه لان هما متصلين ببعض، فيبقى البريشر هيزيد في الفنتكل يصل اقصى بريشر وهو 120 في حاله الليفت فنتكل و25 في حاله الرايت فنتكل، والاعداد دي تحفظ صم الام اس كيو. بعد الماكسيمم ايجكشن هيجي الفيز الرابع اللي هو ريدوس ايجكشن، من اسمه ريدوس ايجكشن، يبقى كميه الدم اللي داخله الفنتكل اقل من اللي بتسيب الفنتكل. كنت راسم سهم داخل وسهمين خارجين وعليه البريشر في الاورطة والبلمونري يقل وعليه في الفنتكل المتصل بيه يقل. يبقى كده خلصنا نص السايكل. تيجي بقى النص الثاني، قلنا مين الفيز القصيره المكيره اللي هي اقصر فيز، اللي هي فيز رقم 5 اللي هي البروتو دايستوليك ما يسبق الدايستول، ودي بتاخد 4% من السكند. خد بالك اللي انا كاتب فوق دي، ده المسافه، يعني تحسب المده لو حسبت الفرق بين مدتين، دي مش المده بتاعه الفيزز، الفرق بينهم هو اللي بيديك المده. طيب بروتو دايستوليك، فاكر الثلاث جمل؟ The ventricle tends to relax, the blood tends to regurge, but this is prevented by sudden closure of aortic valve. انا هقول اول جمله وهعلي صوتي في الكلمه اللي تهمك. The ventricle tends to relax. Relax يبقى ده ما عاوز relax، يبقى البريشر هيقل. The ventricle tends to relax. The ventricle tends to relax يبقى البريشر
هيقل. ما انا بقول لك قصيره مكينه لازم تاخد بالك منها، يبقى عاوز يريلاكس فالبريشر قل، قفل الاورتيك فالف، رجعت ريمال عادتها القديمه، رجع الفنتكل كلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد، بدل ما يكونتراكت ايزومتريكالي يريلاكس ايزومتريكالي. ايزومتريك الفوليوم ثابت، مش موضوعنا، احنا بنتكلم على البريشر. ريلاكسيشن البريشر ينزل، حتى فاكر لازم تقول ينزل لكام؟ ينزل لصفر عشان يفتح الاتروفنتيكولار فالف، والا هتاخد صفر. فالبريشر ينزل لصفر، بعد كده يحصل ماكسيمم فيلينج فريديوس فيلينج. في الماكسيمم فيلينج قلنا الريلاكسيشن وبعدين بيحصل الفيلينج، لازم الفنتكل ريلاكس وبعدين يفتح الاتروفنتيكولار فالف ويحصل الفيلينج. فادام الفنتكل بيريلاكس الاول يبقى البريشر الاول يقل وبعدين يزيد، او الاول يقل وبعدين يزيد، بس ستيل اراوند زيرو، حوالين الزيرو. اما في ريديوس فيلينج اللي هو فيس طويله قوي اهي، في ريديوس فيلينج العمال الدم يحصل له فيلينج، صح ريديوس بس فيلينج 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 يزود البريشر في الفنتكل. يبقى في الماكسيمم فيلينج البريشر بيقل وبعدين يزيد، في ريديوس فيلينج بيزيد لكن كله حوالين الايه الصفر. وفي هذه الفتره بيتلقى البلاد 70 ل 80% من الدم، ويجي له ال 20 ل 30% اللي فاضلين بالايترال كونتراكشن بقى، لانها سايكل فيز جديده، ممكن الف الورقه ما هي سايكل. يبقى 70 ل 80% في الماكسيمم فيلينج وريديوس فيلينج، يتبقى في الايتريا 20 ل 30% بالايترال سيستول. يبقى اول سؤال في الخمسه بتوع فيز 7 8 1 اللي عاوزك تحبهم وتركز فيهم جدا، هم دول الاونلي 3 فيزز اللي بيملى فيهم الفنتكل. في 8 و7 و8 اللي هو الرابيد فيلينج وريديوس فيلينج بيملى 70 80%، وفي الايترال سيستول 20 30%. وانت تراجع الفيديو. ناخد تاني تغير كبير، هناخد بقى بعد ما خلصنا الفنتريكولار بريشر ناخد الاتريال بريشر، البريشر في الاتريا. تمام، البريشر في الاتريا. الاول عشان اسهل لك الامر، فانا هرسم البريشر في الاتريا بره، يعني الكيرف بتاعه ارسمه بره، مش هحطه على الكيرف الام اللي هو الاساسي بتاع الفنتريكولار بريشر، اللي برضه احب اذكرك تاني، يعني نسيت اقول لك الجمله دي، خد بالك شكله لا ينسى. تملي حفظته لأجيال، عبارة عن جبلين، جبل صغير وجبل كبير ووادي منحنى، أجمل كيرف عندنا في 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 السيركوليشن. جبل صغير، جبل كبير ووادي. أنا ليه بقول شكل الكيرف؟ لأن ده بيساعدك في تذكر الموضوع. ننتقل للإيتريال بريشر. الأول هرسمه لك بره. الإيتريال بريشر لو رسمناه بره هيطلع عباره عن ثلاثه ويفز A و C و V، وهنفهم ليه سموها A C V، لان دي مش حروف متتاليه. هشرح ليه سموه A و C و V. كل ويف عباره عن جزء بيزيد فيه البريشر وجزء بينقص فيه البريشر، يعني جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. للتمييز اتفقوا ان هما الA والC والV هو الجزء اللي بيزيد فيه البريشر، اما الاجزاء اللي بينزل فيها البريشر هنسميها X و X داش Y. تعالى بقى نحط البريشر في الاتريوم في الاذين على الكيرف بتاع الفنتكل. اول معلومه لطالب ذكي، البريشر في الاتريا عالي ولا واطي؟ طبعا واطي جدا مقارنه بالفنتكل، عشان كده البريشر بتاع الاتريا بيبقى على سفح الكيرف تحت بالنسبه للكيرف بتاع الفنتكل. دي اول نقطه لازم تاخد بالك منها. طيب نبتدي الاي ويف. اول فيز فاكر كان اسمه اتريال سيستول، وده بياخد فيز واحد ومدته 1/10 ثانية. تعال نبص مع بعض. لما الاتريا ينقبض، ايديك معاك، ده بيسهل السايكل جدا. لما الاتريا ينقبض البريشر، خد بالك احنا دلوقتي بنتكلم على الاتريال بريشر، ما تلخبطش، احنا خلصنا الانتيكو بريشر، قلت لك افصل بوز وافصل، احنا بنتكلم على الاتريال بريشر. لما الاتريا ينقبض البريشر في الاتريا يزيد، الدم يسيب الاتريا، ذا بلاد ليفز ذا اتريال بريشر يقل. واظن فهمت ليه اول ويف سموها الايه، عشان it is related to atrial atrial systole. لما الاتريا ينقبض البريشر في الاتريا يزيد، احنا بنتكلم على الاتريا مش على الفنتكل، لما الدم يسيب الاتريا البريشر يقل. طيب بعد ما خلص الاتريال سيستول نبتدي بالايزو متريك او ايزو فوليومتريك كونتراكشن اوف فنتكل. الفنتكل هينقبض، تعال نشوف بقى لما الفنتكل ينقبض. افكرك بالجمل، قلنا ينقبض يبقى الفوليوم ثابت بس البريشر جواه يزيد، فاكر الارقام؟ يزيد ل 80 في حاله الليفت فنتكل و10 في حاله ال
رايت فينتكل. طب تخيل الفينتكل مقفول بس ينقبض، مفيش تغير في الحجم بس البريشر بيزيد. فايه اللي بيحصل؟ ده الاتريا في هنا الليفلتس يعني الاوراق بتاعت الكاسبس، فما البريشر تحتيها يزيد الى 80 الليفلتس دي تطلع لفوق، فالبريشر جوه الاتريا يزيد. يبقى ليه البريشر؟ خد بالك مش هتفتح، بالعكس مش هيحصل ارتجاع في الدم، وهي مقفوله الليفلت بسبب زياده البريشر تحتها هتعلى، هتطلع كده زي الدوم في الاتريا فالبريشر يزيد. واظن فهمت ليه سموها سي، عشان سببها بالج اوف كاسبس، كاسبس بالسي، الكاسبس حصل لها بالج. بعد كده بيحصل ماكسيمم ايجكشن، الدم يسيب الفنتكل فالكاسبس تنزل، فيحصل النيجاتيف سي او اللي هي الاكس داش. اهي وهنا بقى في نقطه الاوائل مهمه جدا، اهي النيجاتيف سي او الاكس داش. ايه بقى هي؟ بص ان النيجاتيف سي او الاكس داش دي ما بتاخدش كل فتره الماكسيمم ايجكشن، حته منها بس. الاهم الاهم ان البريشر بينزل مش للزيرو، بيبقى بينزل يبقى فعلا نيجاتيف تحت اهو. تعالى افهمك ليه. لما الفنتكل بينقبض من ضمن الحتت اللي بتنقبل البابيلاري ماسل اللي انا مشاور عليها بالليزر اهي، فالبابيلاري ماسل تقصر هي كمان فتشد الكورده تنديني، تشد الكاسبس الليفل بتاع الكاسب تجيبها لتحت اكتر من المستوى الطبيعي، تنزلها تحت اكتر، فده يكريت نيجاتيف بريشر. قيمته ايه هذا النيجاتيف بريشر؟ انها تنزل تبقى فعلا نيجاتيف، ان ده بيساعد الفينس ريتير. برضو اشبهها لك، يبقى لما الفنتكل بيعمل ماكسيمم ايجكشن وبيقصر، ضمن الحاجات اللي بتقصر جواه اللي هي البابيلاري ماسل. افتكر اهو، تخيل ان انا البابيلاري ماسل تقصر فتشد الكورده تنديني، فالسقف ده ينزل لتحت قوي، بس برضو ما فتحش الفالف، ينزل تحت قوي، فالبريشر فوقيه في الاتريا يقل يبقى نيجاتيف، وده بيساعد الفينس ريتير. يبقى دي الاوائل مهمه جدا. طيب انا بقى عاوز تامل انه وراء الخلق خالق. يبقى طاقه انقباض الفنتريكل لما الفنتريكل بينقبض في الماكسيمم ايجكشن مش بس بتساعد خروج الدم من الفنتريكل اللي هو الكاردياك اوتبوت، شوف الروعه في الخلق، انما من ضمن الحاجات اللي بتنقبض وبتقصر هي البابيلاري ماسل، فتشد الكورده تنديني، تشد الكاسبس لتحت، كريت نيجاتيف بريشر في الاتريا، فده يساعد الفينوسيتير. يعني طاقة انقباض الفنتكل تساعد شيئين، خروج الدم من الفنتكل هو الكارديك اوتبوت، وارتجاعه يعني اللي هو الفينس ريتيرن. ايه العظمة دي؟ بعد كده البلاد اكيوميليتس، الفينس تيرن اللي راجع ده اكيوميليتس في الاتريا، فتتوقع البريشر يحصل له ايه؟ يزيد اهو. فعشان كده سموها في، عشان هي سببها الاكيوميليشن اوف فينس ريتيرن في الاتريا، لحد ما الاترا يطلب الدم من الفنتكل في الماكسيموم فيلينج وفي ريديوس فيلينج، الدم يسيب الاترا ويروح للفنتكل لما يفتح الاتروتيكال فالف في 7 و8، فالبريشر يقل اللي هو الواي. يبقى فهمت ليه سموا الويف دي ايه عشان سببها الاتريوم، وليه سموا دي السي عشان سببها الكاسبس، وليه سموا دي الفي عشان سببها الفيناستير. وعيدها تاني في عجاله. يبقى الكونتراكشن بتاع الاتريا يزود البريشر في الاتريا، الدم يسيب الاتريا ينقص البريشر، ده الاي. طيب في الايزومتريك كونتراكشن الكاسبس تعلى تعمل بوزيتيف سي، لما الدم يسيب الفنتكل والبابيلاري ماسل تشد الكاسبس تحت يعمل نيجاتيف سي اللي هي الاكس داش، اللي هي لازم تبقى نازله نيجاتيف فعلا، ده بيساعد الفينس تيرن. دي من رائع الخلق والخالق. الاكيوميليشن اوف فينس تيرن في الاتريا يزود البريشر في الاتريا، يعمل يخليها بوزيتيف في، وبعدين لما بعد كده يحصل ماكسيمم فيلينج في ريدوس فيلينج والدم ينزل يبقى نيجاتيف في. للاوائل نقطه مهمه جدا في فيز 7 و8، ادي تاني حاجه قلت لكم حبوها، هو ده الثلاثه فيزس اللي بيملى فيها الفنتكل من الاتريا، يعني الفنتكل والاتريا متصلين ببعض. حتى انا راسم لك اهي بقول 7 8 1 لانهم سايكل، ما بقولش 1 7 8. يبقى اول ملحوظه تلاحظها ان شكل الكيرف بتاع الاتريا بالظبط هو نفس شكل الكيرف بتاع الفنتكل، لان هما متصلين ببعض، فلو ده نقص ده ينقص معاه، ده زاد ده يزيد معاه، يبقى لازم ترسمهم زي بعض بالظبط في 7 8 1. معلومه الالطف بقى، انهي كيرف يبقى اعلى من الثاني؟ سمبل فيزيكس، في العموم البريشر في الفنتكل اعلى من الاتريا، ده في العموم اهو الكيرف الاسو بتاع الفنتكل اعلى من الكيرف بتاع الاتريا اللي هو باللون الاحمر موجود تحت. انما في ثلاثه فيزيس فقط
لازم البريشر في الاتريا اللون الاحمر يبقى اعلى من الفنتكل 7-8-1. عارف ليه؟ لان الدم بينتقل من الاتريا للفنتكل، يبقى لازم البريشر في الاتريا يبقى اعلى من الفنتكل. يبقى ادي تاني سبب قلت لك حب 7-8-1. يبقى 7-8-1 هم اللي بيملى فيهم الفنتكل، 7-8-1 هم اللي الاتريا البريشر هو بيملى منين؟ من الاتريا، بيبقى ماشي تماما مع الفنتيكا بريشر بس اعلى منه، يعني الكيرف بالاحمر لا يعلو عن الكيرف بالاسود الا في 7-8-1. ننتقل للتشينج الثالث الكبير اللي هو الاورتيك بريشر. يبقى بوز، هحكي نفس القصه بس انت هتفكر في حاجه تاني. اورتيك بريشر، هذا الكيرف مش 3 ويفز اي سي في، حتى كنت بقولها في الاترال بريشر بدل ما تقول له اسف معرفش اسماء الويفز سهله، خدت بالك اي سي في اسف، يبقى في الاترال بريشر افتكر تفتكرهم اي سي في اسف. الاورتيك بريشر تشينجز بينقسم الى جزء صاعد نسميه اسندنج او اناكروتيك، يعني بنبني البريشر بيزيد، وجزء هابط نسميه descending or catacrotic. descending يعني هابط، catacrotic يعني بنهدم. طب انا عاوز بقى تفكروا معايا، في فيز واحد من التمانية، فيز واحد بس في الاورتيك بريشر بيزيد والباقي كله الاورتيك بريشر بيقل، مين شاطر من الشرح اللي شرحته يقول لي مين الفيز اللي فيه البريشر في الاورطة لازم يزيد؟ طالب قال لي انا اقول لك الماكسيموم ايجكشن، لان انت كنت راسمها في سهمين داخلين الاورطه وسهم طالع من الاورطه اهو، حتى ممكن اوريها لك. سهمين داخلين الاورطه وسهم طالع من الاورطه، ده البريشر بيزيد في الاورطه، يبقى اللي هو ماكسيموم او رابيد ايجكشن اهو، هو ده الاسندنج اور اناكروتيك ليمين برضو الاوائل. طب ارسم الكيرف بتاع الاورطة، عموما الكيرف بتاع الاورطة البريشر في الاورطة عالي، عشان كده رسمناه على الكيرف بتاع الفنتكل فوق عكس الاتر اللي رسمناه تحت. البريشر هيبقى هنا اعلى في الفنتكل ولا في الاورطة؟ طالب قال لي اقولها لك بطريقة سهلة جدا، انت علمتنا ان الدم جاي من الفنتكل الى الاورطة، يبقى سيمبل فيزيكس، يبقى لازم البريشر في الفنتكل اللي هو باللون الاسود يبقى اعلى من البريشر في الاورطة اللي هو باللون الاحمر، للأوائل. فيما عدا هذا الفيز اللي هو الماكسيمم او رابيد ايجكشن اللي هو الفيز رقم 3، فالبريشر في الاورطه بيقل في بقيه الفيزز، فيسموها ديسندنج اور كاتاكروتيك، بس دي بنقسمها لاربع اجزاء. في الاول يقل لان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريديوسد ايجكشن، يبقى الدم اللي داخل الاورطه اقل من يسيب الاورطه، يبقى البريشر يقل. وفي الاخر بيقل في كذا فيزس اهو، لان البلاد بيسيب الاورطه تو ذا بريفرال فيسلز، بيسيب الاورطه تو ذا بريفرال فيسلز، يبقى في الاول قال ان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريدوس ايجكشن، وفي الاخر بيقل في كذا فيز عشان الدم بيسيب الاورطه للبريفرال فيسل. اهم اتنين بقى اللي فيهم الاسئله، ما بينهم في حته زي حرف السبعه كده اسمها دايكروتيك نوتش، وحته زي الثمانيه يسموها دايكروتيك ويف، وهم عشان اتنين فسموهم داي، الحته اللي هابطه يعني البريشر بيقل جدا دايكروتيك نوتش، واللي صعد يسموها دايكروتيك ويف. ايه سبب النوتش؟ تعال نفكر مع بعض. فاكر الفيز القصيره المكيره اللي هي مين؟ البروتودايستوليك. فقلنا ثلاث جمل، ذا فنتكل تنس تو ريلاكس، دي اول جمله. ذا بلاد تنس تو ريجيش، ده ثاني جمله. بس ذيس از بريفنتد باي سادن كلوجر اوف اورتيك فالف. يبقى البروتوديستوليك فيز بينتهي بقفل الاورتيك فالف، فبعد ما كان بيحصل ماكسيمم فيلينج فريدوس فيلينج، الدم عمال يدخل الاورطه، فجاه قفل الاورتيك فالف، فالبريشر ينهار في الاورطه. يبقى ما سبب الدايكروتيك نوتش؟ اهي مش هتنساها، بعملها تشبيه، سادن كلوجر اوف اورتيك فالف، سادن كلوجر اوف اورتيك فالف، فالدم ينزل، ده سبب النوتش. طب كان ايه اهم معلومه في السايكل؟ ان الاورتيك والبلمونري فالفز لا ينغلق بنهايه السيستول، وهو ما يبدو منطقي، انما بنهايه البروتودايستوليك، لازم بعد ما يخلص طول فنتكل تنس تو ريلاكس البلاد تنس تو ريجيش، فيروح قافل اورتيك بلمونري. يبقى للاذكياء فقط راس السبعه دي لازم تيجي عند نهايه البروتودايستوليك، عند الفيز رقم 5. طب بعد كده ايه سبب الدايكروتيك نوتش اللي هو الثمانيه دي، الارتفاع الطفيف اللي حصل في الاورتيك بريشر؟ تعال نفكر،
ده الاورطه في الماكسيمم ايجكشن، الاورطه مالى كتير قوي، فالاليستيك اليمنتس في الاورطه اتشدد جامد. في الريديوز ايجكشن مالى بس اقل فتشدد اقل. المهم في الحالتين تشد الاليستيك اليمنتس في الاورطه، خلصنا الايجكشن. تفتكر الاساتيك اللي تشدد دي يحصل لها ايه؟ ريكايل. فما يحصل لها ريكايل البريشر في الاورطه يزيد، اللي هو الدايكروتيك ويف. دول اهم سؤالين في الاورتيك بريشر تشينجز. يبقى ايه سبب الدايكروتيك نوتش؟ ان مفيش دم بيدخل خالص الاورطه. ليه؟ لان انغلق الاورتيك فالف، وهذا يحدث مش بنهايه السيستول، بنهايه البروتو دايستوليك. طب ايه سبب الدايكروتيك ويف؟ سببها الالاستيك ريكويل اوف اورتا. برضو ده هقولها للزملاء الاصغر سنا يمكن ما يعرفوش الكلام ده. الدايكروتيك ويف دي بيسموها وين كسل افكت، وين كسل افكت. ايه اهميتها؟ فاكر احنا كنا قلنا ان الكاردياك ماسل بتاخد البلاد بتاعها في فتره الايه؟ الدايستول، لانها طوال فتره السيستول بيبقى الكورونري فيسلز مقفوله ما تاخدش دم. فشوف الروعه ان اول ما بدا الدايستول الكورونري فيسلز برانشز منين؟ من الاورطه. ده هم اول برانشز من الاورطه، يعني اول اورجان بياخد دم من الهارت هو الهارت نفسه. طباخ السم لازم يدوق. فشوف ربنا عمل حاجه رائعه، ان اول ما بدانا الدايستول الخط الاسود التقيل ده بيمثل الفرق بين السيستول والدايستول. اول ما بدانا الدايستول بسبب الالاستيك ريكويل في الاورطه ارتفع البريشر في الاورطه، عمل الدايكروتيك ويف الويند كيسر افكت، زود البريشر في الاورطه وعليه زاد الكرون بلاد فلو. يعني كان الهارت في فتره السيستول عضله القلب بتتدور جوعا مش لاقيه دم، مستنيه الدايستول. فاول ما ربنا بعت لها الدايستول عمل لها فولوينج دايكروتيك نوتش بعد انغلاق الاورتيك فالف دايكروتيك ويف، رفع لها البريشر في الاورطه عشان يزود الكرون بلاد فلو اللي رايحه لعضله القلب اللي هي الويند كيسر افكت. يبقى للطلبه الاذكياء معظم الكورونري بلاد فلو بيحصل فين؟ الطالب العادي يقول دايستول، الطالب الاحسن يقول ايرلي ان دايستول، الطالب الاحسن يقول فيل رابيد فيل ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز رقم 6، ايزومتريك ريلاكسيشن فيز بسبب الويند كيسل افكت او الدايكروتيك نوتش. ده الاورتيك بريشر تشينجز. ولاحظ انه الاتريا بنحط الرسمه تحت لان الاتريا البريشر قليله، الاورطه فوق. طب هنا بقى للاذكياء فقط. احنا قلنا الدم في الماكسيمم ايجكشن جاي من الفنتكل اورطه، عشان كده رسمت الكيرف بتاع الفنتكل اعلى من الاورطه. طالب عنده قوه ملاحظه قال لي بس انت حطيت البريشر بتاع الاورطه في الريديوست فيلينج فوق البريشر بتاع الفنتكل، مع ان الدم جاي من الفنتكل الى الاورطه، بس انت حاطط البريشر في الاورطه اعلى. فليه؟ هذا بسبب المومنتم اوف بلاد. بصي عشان تفهم، في حاجه اسمها حركه مكتسبه، ده البلاد وده الاورطه، الفنتكل بينقبض فبيضخ الدم، فلازم البريشر في الفنتكل يبقى اعلى من الاورطه. لكن الدم ده بيكتسب حركه مومنتم، فهتشوفها دلوقتي. يعني لو الضخه جامده قوي انا هوقف الضخ، بس هتبص تلاقي البلاد هندفع جامد قوي اهو بالشكل ده. ده اسمه المومنتم اهو، البلاد بالشكل ده اهو، يعني الاندفاع المومنتم. طب ليه ده ما حصلش في حاله الاتريا ما حصلش مومنتم؟ سهلا، ان لما يبقى الدفع بتاع الاتريا بطيء ظاهره المومنتم ما تبانش، لكن في الفنتكل الفنتكل بينقبض بقوه فالدم بيندفع لقدام اللي هو ظاهره المومنتم. طيب ننتقل للتغير اللي جاي بقى، كله حاجات سهله جدا. التغير الرابع اللي هو اخر واحد في التغيرات الكبيره اللي هو الفنتريكولار فوليوم اهو، الكيرف الاحمر ده. انا بقولها بطريقه سهله جدا، احنا عندنا 8 فيزس. ممكن تساعدني وتقول لي مين الثلاثه فيزس اللي بيحصل فيهم فنتريكولار فيلينج؟ طالب قال لي انت قلتهم لنا، اللي هو فيز 7 و8 و1. حتى قلت لنا في 7 و8 بياخد 70-80% من الدم. حتى لطيفه، في 7 و8 بياخد 70-80% من البلاد، انما في فيز 1 بياخد 20-30% من الدم. يبقى اذا الفنتريكولار فوليوم بيزيد فقط في 3 فيزس من الثمانيه اللي هم فيز 7-8-1 اللي قلت لكم حبوهم. 7-8-1 ماكسيمم فيلينج ريدوس فيلينج اند اتريال سيستول. طيب
وفي تو فيزز لازم الفنتريكولار فوليوم يقل بنفس المنطق اللي هو بيحصل فيهم ماكسيمم ايجكشن، الفنتريك بيجكت البلاد اللي فيه ثم ريديوس ذا ايجكشن، اللي هم فيز 3 و4. يبقى بقى 3 فيزز فيهم الفنتريكولار فوليوم ثابت. طالب قال لي من اسمها انت قلت ايزومتريك او ايزوفوليومتريك كونتراكشن يعني فوليوم ثابت، اهي فيز 2. ايزومتريك او ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن يبقى ثابت. نيجي برضو للقصيره اللئيمه اللي هي البروتوداستوليك فيز اللي هي فيز 5 اللي هي اقصر فيز. اسمعني تاني، هقول اول جمله وهعلي صوتي في الكلمه اللي انا عاوزها بقى وهعكس. ذا فنتكل تنس تو ريلاكس. فين الجمله المهمه هنا؟ ذا فنتكل تنس تو ريلاكس. يبقى كان عاوز ريلاكس لكن ما عملش ريلاكسيشن، وانا بتكلم على البريشر عليت صوتي في ريلاكس تنس تو ريلاكس يبقى البريشر يقل، لكن وانا بتكلم على الفوليوم قلت تنس عشان كده الفوليوم ثابت. يبقى دي اصعب حته في السايكل، ان البروتو دايستوليك فيز اللي هو اقصر فيز 4% من السكن ما بين نهايه السيستول وانغلاق الاورتيك فالفز، تمام؟ في هذا الفيز الفنتكل بيحاول يريلاكس، يريلاكس يبقى البريشر يقل، يحاول يبقى الفوليوم ثابت، يريلاكس يبقى البريشر يقل، يحاول يبقى الفوليوم ثابت. يبقى هنقولها تاني، يبقى ثلاثة فوليومز بيزيد فيهم الفوليوم بتاع الفنتكل اللي هم 7-8-1، اثنين بيقل اللي هو الماكسيمم ايجكشن وريديوس ايجكشن يبقى وصلنا 5، وثلاثة ثابت ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك ريلاكسيشن هو هتنسى البروتو داستوليك. نيجي التشينج الرابع اللي هو الاي سي جي، ده سهل جدا. بقول لكم كل حاجة بطريقة سهلة. السؤال أيهما أسبق، الكهرباء أم الإضاءة؟ واحد يقول لي طبعا لازم الكهرباء توصل المصباح الأول وبعدين يضيء. طب بنفس المنطق، هو الهارت ده مش مضخة كهربائية، يبقى لازم الكهرباء توصله الأول وبعدين ينقبض. فالبي ويف اللي بتمثل الإيتريال دي بولاريزيشن لازم تسبق الإيتريال سيستول اللي هو الفيز رقم 1 باتنين من مية من السكن. يبقى لو رسمت البي ويف مع الخط ده مع الايتريال ستول تبقى غلطان، يعني التكه لازم البي ويف لازم الكهرباء تسبق انقباض الايتريا ب 2 من 100 من السكند. وبنفس المنطق الكيو ار اس كومبلكس اللي بيمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن لازم يسبق الفنتريكولار سيستول اللي هو بيبتدي بالايزومتريك كونتراكشن فيز 2 ب 2 من 100 من السكند. اما التي ويف فيش اي علاقه بين الريبولاريزيشن والميكانيكال تشينجز، فمجرد مصادفه لكنها مصادفه سعيده انها بتبتدي في فيز 3 والتوب في فيز 4 والاند في فيز 5. يبقى واحد يقول لي احفظ الاي سي جي تشينجز ازاي؟ هقول له 1 2 3 4 5. ان البي ويب بتبتدي قبل الايترال ستول اللي هو فيز 1 ب 2 من 100 من السكند. بي ار اس كومبلكس بتبتدي قبل الايزومتريك كونتراكشن اللي هو ثاني فيز ب 2 من 100 من السكند. وبعد كده التي ويف 3 4 5، البيجيننج في 3 والتوب في 4 والان في 5، اظن سهله. نيجي التشينج الخامس. احنا دلوقتي في التغيرات الصغيره اللي بتاخد وقت قليل. امتى الفالفز تفتح وامتى تقفل؟ عملتها لكم بطريقه رائعه. انا ارسيت قاعده حلوه قوي، بقول احنا عندنا 8 فيزز. طالب قال لي صح. 3 فيزز بيبقى فيهم الفالفز فاتحين و5 الفالفز قافلين. وما ينطبق على الاتريونتريكولار ينطبق على السيمي يونار فالز. قال لي طالب قال لي حلو قوي، يبقى ثلاثه قافلين وخمسه فاتحين. وطالب اسك قال لي يبقى نشوف فين قافلين، لان دول ثلاثه بس ويبقى الباقي فاتح. نحفظ. قلت له ليه نحفظ؟ نفهم هو امتى مفروض الاتريونتريكولار فالز اللي بيفصلوا الاتري عن الفنتكل يفتحوا؟ قال لي لما يكون الدم بينتقل من الاترا للفنتريكل، اي بيحصل فنتريكولار فيلينج اللي هم فيز 7 و8 و1. يبقى دول فاتح فيهم الاترو فنتريكولار فالف 7 8 1، والباقي كله دي مسودها لك قافلين. طبعا هنا دي عشان انا بعيد تاني فيز 1 اهي عشان اوريك انها سايكل، انما السايكل خلصت هنا بس دي تمثل دي. يبقى طريقه سهله، يبقى ادي ثالث مره في 7 8 1 في اسئله ام اس كيو. يبقى في 7 8 1 هم اللي بيحصل فيهم فنتريكولار فيلينج نمره 1، هم اللي بيزيد فيهم فقط الفنتريكولار فوليوم، مش حصل فنتريكولار فيلينج يبقى زيد الفوليوم نمره 2، هم اللي فاتح فيهم الاترو فنتريكولار فالفز وما عدا ذلك الاترو فنتريكولار فالفز قافله.
طالب قال لي بنفس المنطق، امتى مفروض السيميليونر فالفز الاورتيكو البلمونري يفتحوا؟ قال لي لما يكون الفنتكل بيضخ الدم في الاورتا البلمونري، وهذا يحدث في الماكسيمم ايجكشن نمرة 3، ريديوزد ايجكشن نمرة 4، ثم نيجي للقصيرة اللئيمة اللي هي البروتودايستوليك نمرة 5 كمان بيبقى فاتح. ليه؟ لأن قلنا الأورتيكو البلمونري فالفز لا ينغلق بنهاية السيستول، وهو ما يبدو منطقي نهاية السيستول هما الخطين دول، إنما بنهاية البروتو دايستوليك، ففي البروتو دايستوليك بتبقى فاتحة. لا تنسى في البروتو دايستوليك البريشر في الفنتكل بيقل، الفوليوم بتاع الفنتكل ثابت، كلها أسئلة رهيبة بتاع البروتو دايستوليك، فاتح فيها السيميليونر فالفز. ولا تنسى في الأسئلة الـ MSQ يبقى 3 فاتح فيهم الاتري فنتريكولر 7 8 1، 3 فاتح فيهم السيميليونر اللي هم 3 4 5. طب يبقى في 2 3 و 3 و 6 يبقى في 2 لازم يبقوا كل الفالفز قافله. ما قلناها، ده سؤال مش كتير مهم جدا في الايزومتريك كونتراكشن فيس وفي الايزومتريك ريلاكسيشن. اهو اللون الاسود متطابق في الاثنين، ما انا اسود يعني قافل، واللون الابيض يعني فاتح، عشان تبقى فاهم الرسمه. فامتى بكل الفالفز قافله؟ في الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن. وسؤال MSQ مهم جدا، مفيش، افتح ودانك، مفيش ولا فيز ولا فيز، فيهم الاثنين فاتحين، يبقى في فيزس الاثنين قافلين، الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن فيز 2 وفيز 6، 3 فاتح فيهم الاتري فنتريكل لما الدم يبقى جاي من الاتريال فنتريكل 7 8 1، 3 فاتح فيهم السيميليونر لما الدم يبقى جاي من الفنتريكل رايح لل اورتا والبلموري اللي هم ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن 3 4، هو تنسى وبيبقى فاتح في نهايه في البروتو دايستوليك. لان اهم معلومه في السايكل ان الاورتيك والبلموري فالفز لا ينغلق بنهايه السيستول، وهو ما يبدو منطقي، انما بنهايه البروتو دايستوليك. نيجي التغير الخامس، ساوندز الهارت ساوندز، اسف التغير السابع، هنا هارت ساوندز. قلنا برضو كل حاجه بقى بشرحها بطريقه بسيطه جدا، مين الصوت الاليق انك تسمعه، والباب هو بيتفتح ولا هو بيتقفل؟ قال لي طبعا الباب، قفل الباب هو اللي بنسمعه. ساعات لما يجي لنا زائر ما بناخدش بالنا ان هم فتحوا الباب، لكن بناخد بالنا ان هم قفلوا الباب. فاحنا عندنا في الهارت ساوندز في 4 ساوندز، فيهم 2 مهمين اللي هو ساوند 1 S1 وساوند 2، دول اللي بيتسمعوا بالسماعه ستيثو سكوب. وستيثوسكوب مش معناها سماعة، ستيثو يعني صدر chest، وسكوب يعني منظار، منظار الصدر. إن زمان السماعة ما كانوش بيسمعوا بيها الهارت ساوندز، كانوا بيسمعوا بيها أصوات الصدر، أصوات النفس. فكلمة ستيثوسكوب ليست ترجمتها سماعة وإنما منظار الصدر، لكن بنسمع بيها. ففي صوتين بيتسمعوا نورمالي S1 و S2 بالستيثوسكوب. الأولاني سببه انغلاق الأتروفنتريكولار فالفز، والتاني سببه انغلاق السيميليونر. خد بالك الصوت سببه الغلق، الغلق مش الفتح. طالب قال لي طب كل حاجة عندك طريقة تحفظها لنا بيها سهلة، دي ما عندكش طريقة؟ قلت له عندي طريقة سهلة جدا، كل حاجة عندي ليها طريقة. أول حاجة إن إحنا بنقول الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند سببهم كلوجر. الاتري فنتريكولار يدوا الفيرست هارت ساوند، السيميليونر يدوا السكند هارت ساوند. طب إحنا الإيه قبل حرف الاس، يبقى الاترو فنتريكولار الاولانيه فيرست والسيميليونر السكند. ده انا عندي طريقه احسن، السكند هارت ساوند لو كتبت كلمه سكند بالانجلش هتكتبها بحرف الاس، كل حاجه فيها بحرف الاس، سببها سيميليونر فالفز كلوجر. ادي اول اس. تاني اس انها بتحصل عند السيميليونر فالفز بتقفل بعد ما السيستول يخلص، يبقى عند الاند اوف سيستول، وطبعا مش عاوز غباوه، سيستوليك اند يبقى هي نفسها البيجينينج اوف داستول لو جابها لك في الام اس كيو. طيب فين بنسمعها؟ احسن حته نسمع فيها نحط السماعه عشان نسمع انغلاق الاورتيكو بلمونري فالف، نحطها في السكند انتركوستال سبيس. بس بالعكس، البلمونري بنسمعه في السكند ليفت والاورتا في السكند رايت، مع انه بالعكس. خد بالك افهمها لك ليه. احنا ليه بنحط السماعه فوق عشان نسمع السكند هارت ساوند في السكند انتركوستال سبيس؟ لان الهارت اهو وراكب عليه الاورتا والبلمونري، يبقى الفالفز فوق، يبقى نحطه فوق. وهنخد بالك الاورتا والبلمونري ماشيين كده عاملين كروسنج، ف
فاللي طالع من الليفت اهي ايدي اللي فيها الساعه، اللي طالع من الليفت بيسمع في الرايت واللي طالع من الرايت يسمع في الليفت. ليه؟ لان احنا ما بنحطش السماعه على مكان الفالف، انما على الدايركشن اوف بروباجيشن، الحته اللي بتروح فيها الصوت. وتعالى واحد قال لي انا مش فاهم، فهمني. قلت له افهمك اكتر. بص معايا، انه ده اهو اتنين بيتكلموا واقفين جنب بعض، ما تحط عاوز تسمع واحد فيهم، ما تحطش ودنك عند المكان اللي واقف فيه الشخص، حط ودنك عند الدايركشن اوف بروباجيشن اوف ساوندز. فالاورطه اللي طالع من الشمال، الاورطه متجه يمين، يبقى عشان كده الاورتيك اريا بتبقى في الرايت والبلمونري اريا بتبقى في الليفت، اللي هي الدايركشن اوف بروباجيشن اوف ساوندز. يبقى نرجع تاني، طريقه جميله خالص. يبقى الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند، قلنا ازاي هتحفظها، هما سببهم كلوجر. الاولاني الاتروفنتريكولار ايه قبل الاس، يبقى الاتروفنتريكولار ده الفيرست والسيميليونر هو السكند. وعلى فكره ما انت لو عرفت ان السكند سيميليونر يبقى الفيرست هو الاتروفنتريكولار، يعني سهل. خلينا في الاسات دي لطيفه قوي، خمسه اس رزاز جدا. يبقى السكند هارت ساوند، ما كلمه سكند لو كتبتها هتبقى بحرف الاس، سببه سيميليونر فالف نمره واحد، تاني كلمه بالاس. وبعدين بتسمعه عند بعد ما يحصل، بتقفل امتى السيميليونر فالف؟ بعد ما يحصل السيستول، يبقى ده عنده في السيستول نمره ثلاثة. فين احسن حته تسمعها؟ في السكند انتركوستال سبيس، بس بالعكس في الام اس كيو. البلمونري في السكند ليفت، والاورطا مش حتى في السكند رايت، عند السكند كوستوستيرنال، يعني على الريب نمره 2. شوف الدقه، يبقى البلموناري احسن حته في السكند انتركوستال سبيس باراستيرنال، لازقه في الاسترنال. انما الاورتيك مش في السكند رايت انتركوستال سبيس، انما السكند كوستوستيرنال. طيب السكند بيبقى شورت، الهارت الساوند بيبقى شورت قصير، خلاص بياخد 12 من 100 من السكند، مش مهم الرقم ده خالص. طب يبقى بالعكس الفيرست يبقى لونج، وهكملها لك بطريقه جميله. الفيرست اللي هو لونج اللي استنتجته ده من السكند بحرف الاس، شورت بحرف الاس، يبقى الفيرست لونج، كملهم كلهم بحرف ال. لونج يبقى لو بيتش بحرف ال، مش مهم تحفظ الهيرتز الذبذبات كام في الثانيه، مش مهم، بيتسمع ات ذا وورد لاب، يبقى لونج لو بيتش لاب، يبقى هنا اللي شورت يبقى هاي بيتش وبيتسمع ات ذا وورد دب، لان انت ما بتحط السماعه بتسمع كانه لاب دب لاب دب. ده جدول تاريخي تبقى حظه صامر، اللي بيجي سؤال نظري وبيجي في العملي وبيجي ام اس كيو. طب فين نسمع الفيرست هارت ساوند هو سبب صاد انكلوجر اوف اتروفنتريكولار او ميترال تريكاسبيد؟ احنا قلنا ان الاماكن ما بتبقاش فوق الفالز، انما في الاتجاه اللي رايح فيه الساوندز، فالتريكاسبيد اريا على اللور بارت اوف ذا ستيرنر، انما الميترال بتبقى على الايبكس اوف ذا هارت. في الاناتومي عارفينه الايبكس اوف ذا هارت بيبقى في الفيفث ليفت سبيس في الميد كلافيكولار لاين، في الفيفث ليفت ميد كلافيكولار. وبيجيب لك في العملي الرسمه دي بس الدوائر فاضيه، وانت تقول فين كل واحد، ان الاورطا والبلمونري فوق بس معكوسين، الاورطا بيبقى ناحيه الرايت والبلمونري ناحيه الليفت. قلت الاتجاه الساوندز انهم الاورطا والبلمونري عاملين كروسنج فوق الهارت، اللي طالع من الشمال رايح يمين واللي طالع من اليمين رايح شمال، عاملين كروسنج، والترايكاسبيد تحت والميترال فوق. وتقدر تعيد الجدول تاني، اقعد لك في عجاله، يبقى السكند هارت ساوند يبقى السيميليونر دي اول، تاني اس سيستوليك اند، تالت اس سكند انتركوستال سبيس او سكند كوستوستيرنال، رابع اس وشورت. وقلنا يبقى التاني لونج، يبقى اللي لونج هو اللي لو بيتش، هو اللي بيتسمع ذا وورد لاب، ده بيتسمع ذا وورد ضب. الزمن مش مهم قوي، ده 15 من 100 ده 12 من 100، لان ده لونج وده شورت. طب انت الفيرست هارت ساوند بالنسبه للفيزس، ده سؤال ام اس كيو. الفيرست هارت ساوند اهو اللي هو اس 1 بياخد الايزومتريك كونتراكشن والبيجيننج اوف ماكسيمم ايجكشن، طويل. انما السكند هارت ساوند بياخد البيجيننج اوف ايزومتريك ريلاكسيشن بس، يبقى ده بياخد تو فيزس عشان طويل، ايزومتريك كونتراكشن وبدايه الماكسيمم ايجكشن، انما ده بدايه الماكسيمم بدايه الايزومتريك ريلاكسيشن، يبقى ده ايزومتريك كونتراكشن والبيجيننج بتاعه الرابيد ايجكشن، انما ده البيجيننج اوف ايزو
ميتريك ريلاكسيشن. طيب الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند، هم الثيرد والفورث، ده سببهم الانفلو اوف بلاد فروم اتريا تو فنتريكل. اكتر انفلو بيحصل امتى؟ في الماكسيمم فيلينج. فالثيرد هارت ساوند في الماكسيمم فيلينج، الفورث هارت ساوند لما الاتريا ينقبض ويضخ 20-30%. يبقى الثيرد والفورث هارت ساوند سببهم الرابيد فلو اوف بلاد فروم اتريا تو فنتريكل. طب اكتر فلو اللي هو في الثيرد بيحصل في الرابيد فيلينج فيز، الفورث بيحصل في الاتريال سيستول فيز لما الاترا بيضخ في الفنتريكل 20-30%. النورمالي مفروض ما يتسمعوش الاثنين، انما ممكن هل ممكن التالت ممكن يسمع في ان نورمال بيرسون؟ اه، لو الانفلو اوف بلاد فروم اتريا تو فنتريكل كتير قوي، وهذا يحدث في التشايلد لان عنده هايبر كاينيتيك سيركيليشن، تشايلد بيبقى سيركيليشن قويه قوي. وفي الاثليت واحد رياضي خصوصا دورينج اكسرسايز، وفي البريجنانسي. انما الفورس هارت ساوند نورمالي ما يتسمعش، ولو اتسمع يبقى انديكيتس ديزيز. الثيرد في الاغلب ما يتسمعش، لكن لو اتسمع سبيشالي بعد عمر الاربعين يبقى فيه العند عنده هارت فيلير. في الحالتين لو سمعت الثيرد او الفورس يبقى عنده هارت فيلير العيان. وحتى بنسمع صوت زي الجالوب، يعني احنا المفروض نسمع الفيرست والسكند هارت ساوند لاب داب، بس لما نسمع معاهم الثالث او الرابع بقوا ثلاث اصوات، بقوا صوت جالوب زي الحصان وهو بيجري. ثلاث اصوات تحصل مع الهارت فيلير. انا الهارت ساوند هشرحه بالتفصيل اكتر لما اخد الابليكيشنز بتاعت الكاردياك سايكل. طيب في سؤال هنا في الهارت ساوند مهم جدا. احنا قلنا السكند هارت ساوند بيبقى عند نهايه السيستول اللي هي بدايه الدياستول، يبقى الفيرست هارت ساوند بالعكس بيبقى عند بدايه السيستول اللي هي نهايه الدياستول. احنا قلنا السكند عند الاند اوف سيستول، يبقى الفيرست عند الاند اوف دياستول. طيب يبقى ساعات سؤال يجي لك صعب قوي، هنا الرسمه مجاوباه. يبقى المسافه الانترفال ما بين السكند والفيرست هارت ساوند تمثل فتره ايه؟ الدياستول. سؤال مسكين مهم جدا. بينما الانترفال ما بين الفيرست والسكند هارت ساوند بتمثل السيستول. دي اسئله مهمه جدا. اخر جزء بقى ونقفل بكده، ازاي بتيجي الاسئله في الكاردياك سايكل؟ في ثلاث طرق بيجيبوا فيها الاسئله في الكاردياك سايكل، وانا عامل جدول تاريخي اهو. ممكن السؤال يجي لك اسهل طريقه، يقول لك قول تشينج معين اللي هو الواحد من الثمانيه. احنا قلنا في اربعه كبار، فنتريكولار بريشر واورتيك بريشر وايترال بريشر، تاتا بريشر وفنتريكولار فوليوم، دول الاربعه الكبار. واربعه صغيرين اللي هم الاي في فالفز، وامتى تفتح وامتى تقفل، يبقى الهارت ساوندز والاي سي جي. ونسينا نقول الحمد لله اللي هو الكوروناري بلاد فلو، ما قلناهاش، هنقولها دلوقتي حالا. الكوروناري بلاد فلو ده تغير صغير جدا. احنا قلنا الكوروناري بلاد فلو اعلى فلو بيحصل امتى؟ قلنا للطالب الممتاز يقول في الداستول الاكثر تميزا، ايرلي ان داستول الاكثر تميزا، يقول في الايزومتريك كونتراكشن، في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هي كوانسايدز مع اللي هو الفيز رقم 6 اللي هو بيحصل فيه الداكروتيك ويف او الويند كيسل افكت. طيب اقل فلو بيحصل امتى؟ مصادفه جميله تخلي الحفظ سهل. اعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن، اقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. ده الكورونري بلاد فلو. ده سؤالين مهمين جدا في الام اس كيو. الطالب الممتاز يقول في الداستول، الكورونري بلاد فلو في الداستول مش في السيستول اساسا. ايرلي ان داستول في بدايه الداستول اهو. على وجه التحديد في الايزومتريك ريلاكسيشن. ليه؟ كونسايز مع الفتره اللي ارتفع فيها الاورتيك بريشر، لان الكورونريز الفيرست برانشز من الاورطة اللي هم الدايكروتيك ويف او الويند كيسل افكت. طب يسهل الامر اكتر، طب اقل فلو فين؟ في الايزومتريك كونتراكشن. طالب الاكثر تميزا اقل فلو في الازومتريك كونتراكشن. وبعدين الكورونري بلاد فلو يزيد زياده طفيفه في الماكسيمم ايجكشن، لان الاورتيك بريشر بيزيد في الماكسيمم ايجكشن شويه فيزود الكورونري بلاد فلو شويه.
ويقل في ريديوز ايجكشن فيقل شويه، لكن معظم الفلو بيحصل في الداستول ايرلي داستول في الايزومتريك ريلاكسيشن في الفيز رقم 6. نيجي بقى الاسئله بتيجي ازاي. قلنا ممكن يقول لك تغير في الثمانيه، قولوا في الثمانيه فيزز اللي هو الجدول اللي جاوبها بالعرض. احنا قلنا التغيرات الثمانيه فاكرهم، نفتكرهم بسرعه مع بعض. اربعه كبار، ثلاثه بريشر، فينتريكولار بريشر، اورتيك بريشر، ايترال بريشر. البريشر في الفنتكل والاورتا والايتريا، وخدنا فوليوم بتاع الفنتكل بس، دول الاربعه الكبار. واربعه صغيرين اللي هم امتى الفالفز تفتح وتقفل، وعليه الساوندز لان صوت قفل الفالفز السيميليونر بتدي السكند والاترو فنتريكولار دي الفيرست. يبقى ادي وصلنا سته. وبعدين اي سي جي كهربا، كهربة الايتريال بي ويف تسبق الايتريال سيستول ب 2% من السكند اللي هي فيز نمرة 1، كهربة الفنتكل تسبق الكيو ار اس كومبلكس الاجيومتريك كونتراكشن 2% من السكند، اما التي تبقى 3 4 5. وبعدين الكورونال بلاد فلو قلنا اقل فلو فين؟ في الايزومتريك كونتراكشن، واعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن. يزيد زياده طفيفه في الماكسيمم ايجكشن، الاورتيك بريشر بيزيد والكورونال برانشز الاورتا، ويقل نقص طفيف في الايزومتريك في الاسب. يزيد زياده طفيفه في الماكسيمم ايجكشن لان الاورتيك بريشر بيزيد، ويقل نقص طفيف في الريديوس ايجكشن. يبقى دي اول طريقه، انه دي اسهل طريقه يجيب لك تشينج معين وتقوله من الثمانيه في الثمانيه فيزز. ممكن يصعبها اكتر، يجيب لك فيز معين ويقول لك قول التشينجز اللي حصلت فيه، يتبقى اصعب. فيز معين ويقول لك قول لي حصل فيه ايه الثمانيه، وانت فاكر هتتكلم على ايه؟ اربعه كبار، ثلاثه بريشر وانتريكولار فوليوم، واربعه صغيرين الفالفز والساوندز والاي سي جي والكوروناري بلاد فلو. طب اصعب واخر طريقه ممكن يستخدمها اللي هي الاتي، ما يجيبلكش لا اسماء الفيزس ولا اسماء ال changes، بس الجدول مجاوب كل حاجه. يقول لك اتكلم على ال changes during ventricular systole. انت عارف ال ventricular systole بيحصل في كام فيز؟ 3 فيزز، 3 من 10 من الثانيه 3 فيزز، 2 3 4. يصعبها اكتر في السيستول. يقول لك قول لي ال changes في الايزومتريك او الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، يبقى هو عاوز فيز نمره 2. طب يصعبها اكتر لو قال لك طب قول لي الايزوتونيك ventricular contraction اللي هم فيز 3 و4، لان هنا الفنتكل بيقصر الحجم بتاعه بيصغر. يبقى الفنتريكولار ستول 3، نمره 2 اللي هو الايزومتريك او ايزوفوليومتريك. طب 3 و4 هو ده المقصود بالايزوتونيك. ممكن يجيب لك سؤال فنتريكولار دايستول، فنتريكولار دايستول. طب احنا قلنا خامس مره واخر مره بقى الفنتكل بيملى في ايه؟ في فيز 7-8-1، فاكرين 7-8-1؟ فسبعه ده الايرلي داستول، 8 ده الميد داستول، يبقى 1 ده الليد داستول لانهم ورا بعض سايكل. فلو قال لك اشرح التشينجز في الليد داستول، يبقى هو عاوز التشينجز في نمره 1 اللي هو الايترال سيستول فيز. لو قال لك الميد داستول، يبقى هو عاوز التشينجز في الفيز رقم 8 اللي هو الريديوست فيلينج فيز. لو قال لك اشرح الايرلي داستول، يبقى هو عاوز الفيز رقم 7 اللي هو الرابيد فيلينج فيز. طب هنا الطالب ذكي، فيز 5 و6 ما دخلوش في الاسئله، لا اتفق احنا اتفقنا لما نقول ايرلي داستول يبقى بالاضافه ل7 تحط 5 و8. يبقى دي اعيدها تاني بسرعه. يبقى الفنتريكولار ستول اشرح 3 فيزز، 2 3 4. الفنتريكولار ستول بياخد 3 فيزز، 3 من 10 من الثانيه. لو قال لي ايزومتريك كونتراكشن اوف ذا فنتكل، يبقى فيز 2 بس، ودي اسمها واضح ايزومتريك كونتراكشن. لكن لو قال لي ايزوتونيك اشرح 3 و4. طب الفنتريكولار دايستول 5 فيزز، طب هو بيملى في كام؟ في 7 8 1. يبقى 7 ده ايرلي، 8 ميد دايستول، اخر واحد بيملى فيه 1. يبقى لو قال لي عاوز ليد دايستول اشرح 1 اللي هو الايترال ستول، ميد دايستول اشرح 8 اللي هو الريديوس فيلينج، ايرلي دايستول اشرح 7 اللي هو الرابيد او ماكسيمم فيلينج. طب 6 و8 يتحطوا تملي مع الايرلي، يبقى لو قال لك ايرلي دايستول تشرح معاهم 5 و6. انا بشكركم على حسن انصاتكم كده. يبقى خلصنا محاضره صعبه اللي هي الكاردياك سايكل، عيدها مرارا وتكرارا.
الجدول ده لو قدرت تكبره وتحطه في الاوضه بتاعك كده وانت رايح جاي بيجاوب كل الاسئله، تعرفوا ان الكاردياك سايكل دي اساس فهم الكارديولوجي. والى ان القاكم مجددا، استودعكم الله واتمنى لكم التوفيق. شكرا.